مباشرة إلى تطورات الأوضاع فيما يخص فيروس كورونا وما قدمته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم من عرض حول المنحنى الوبائي الخاص بالفيروس في مصر والمحافظات الأكثر تسجيلا، وكذلك موقف اللقاحات وما وصل إليه العالم وما وصلنا نحن إليه من تأمين لحصة مصرية مرتقبة بإذن الله. دكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للبحوث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس تنضم إلينا. دكتورة نهى أهلا وسهلا بحضرتك، ما المرتقب خلال شهري ديسمبر ويناير تحديدا فيما يخص الحالة الوبائية لفيروس كورونا في مصر؟ تمام، اسمح لي يا فندم أكد برضو أنه الحالة الوبائية وما نتوقعه ريجاردنج موضوع الموجة الثانية طبعا هو مسؤولية مشتركة بين تصرفاتنا إحنا كمواطنين وبين النظام الصحي وبين أجهزة الدولة المختلفة الحقيقة. ونرجع نأكد أنه الدور الأساسي في وباء زي فيروس كورونا وهو وباء ماضي في الأساس هو تصرفاتنا إحنا كمواطنين. بالنسبة للنظام الصحي طبعا في استعدادات الحقيقة منذ الجائحة الموجة الأولى، من تدريب أطقم طبية، من تحديث للبروتوكول العلاج، من توفير المستلزمات، وطبعا على بقى جميع الأصعدة في أجهزة الدولة المختلفة. خلينا أقول بس يعني اسمح لي أأكد يمكن زي ما فخامة الرئيس صدر في كلمته إن إلى الآن كل أمامنا من أسلوب وقاية هو التزامنا مدى التزامنا علشان نقدر نتنبأ بالكيرف بتاع الموجه الثانيه، هو ده اهم نقطه. فخليني اقول كده ببساطه من فضلكم، اي حد شاكك انه ممكن يكون عنده كورونا يحاول ان هو مش عايزين يبقى في نوع من الاختلاط، بحيث انه يعني انا عايزه اوصل لمرحله ان ما يبقاش في شخص مريض يعدي حد. لو وصلنا للمرحله دي احنا كده هنبدا في ان الكيرف يعني من بين الإرشادات والإرشاد الأخير لحضرتك وما ذكرتيه من تحديث البروتوكول العلاجي، هل الأمر مرتبط بتغير في مستوى الأعراض المصاحبة للإصابة في هذه الموجة دكتورة؟ الحقيقة إلى الآن علميا لم يثبت ذلك، وحتى بملاحظاتنا بالنسبة للحالات المحجوزة في المستشفيات، بتكلم تحديدا على الحالات المحجوزة لأن طبعا في قصادها في حالات أخرى يعني ما بتتوجهش دلوقتي للنظام الصحي وزارة الصحة وتقدر إن هي تتعامل منزليا، ولكن الحالات اللي توجهت واللي اتحجزت في المستشفى برصد البيانات بتاعتها تباعا يعني الحقيقه لم يثبت فرق ملحوظ في البرزنتيشن او في موضوع الاعراض، هل هو جهاز تنفسي ام هضمي ام مناعي ام جهاز عصبي، كل ده وارد، لكن ده وتماشيا مع الدراسات الجينيه الحقيقه لم يثبت الى الان اي تغيرات واضحه في الفيروس تؤدي الى تغيير او تحور بشكل. ولماذا كانت الحاجه لتغيير البروتوكول العلاجي قياسا بما كان متبعا في الموجه الاولى او في الظرف السابق؟ الحقيقه ده نتيجه احنا بنتابع التطور في احدث نقول الابحاث نتائج الادويه اللي كانت مطروحه او العقارات اللي كانت مطروحه في الكلينيكال ترايلز المختلفه طبعا وعلى الاشهر في السوليداريتي ترايل بتاعت منظمه الصحه العالميه. فبدا يبقى فيه يعني خلينا اقول لحضرتك خلاصه من النتائج دي ان ما فيش دواء بعينه اثبت كفاءه اعلى بنسبه يعني من الناحيه الاكلينيكيه واضحه خلينا نقول هو ده علاج الكورونا، وبالتالي فالبروتوكول المحدث بدا يوفر بدائل حسب الحاله الصحيه وحسب السيفيريتي اكثر شويه من البروتوكول الفيرجن الاول. منظمه الصحه العالميه كان ليها تقرير قبل نحو 3 أسابيع تتحدث عن الرمد سيفير، و المنظمة تقول إنه ليس هناك دليل على تقليل حدة الأعراض أو تقليل معدلات البقاء في المستشفى بالنسبة للحالات الحرجة، إحنا لينا أي تقييم مغاير أو مماثل لما انتهت إليه منظمة الصحة العالمية دكتورة؟ الحقيقة الملاحظ في البروتوكول العلاجي المصري ومن البيانات اللي بنرصدها مع مرضى مستشفى العالم يمكن مماثل للنتائج اللي ظهرت من السوليداريتي، وده تاني مؤداه إن ما فيش دواء بعينه أفضل من أدوية أخرى خلينا نقول هو ده والباقي لا، هي بدائل مختلفة. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للبحوث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.